وما زلنا بتغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2020 محافظة الدقهلية. احنا دلوقتي في مركز ديكرنس، هنتكلم على انتخابات مجلس النواب ومرشح حزب الوفد. في البداية هنتكلم عن حزب الوفد. حزب الوفد من الأحزاب العريقة جدا في مصر، وبيخوض الانتخابات بقايمة وأيضا بانتخابات فردية. النهاردة في ضيافة الأستاذ محمد منصور صادق غازي، مرشح حزب الوفد عن دائرة ديكرنس وشربين وبني عبيد رمز النخلة. هنعرف عن السيرة الذاتية بتاعت حضرته، وكمان هنتكلم معاه عن البرنامج الانتخابي ورسالة لأهل دائرته. كل ده هنعرفه النهاردة في حوارنا مع الأستاذ محمد منصور، اللي بنرحب معاه بينا في برنامج بكرة أحلى. منورنا أستاذ محمد. أهلا بيك، شرفتنا ونورتنا في مركز بني عبيد، احد 3 مراكز بتمثل الدائره الخامسه اللي مقرها مركز ديكرنس، ودائره دي بتضم مركز بني عبيد ومركز ديكرنس ومركز شربين. في البدايه احنا كنا عايزين نعرف الساده المشاهدين، وعايزين نعرف اهل دائره شربين وديكرنس وبني عبيد السيره الذاتيه للاستاذ محمد. اولا يسعدني وجودي معكم النهارده، والتقي بجمهورنا في الدائره الخامسه في مركز ذكرنس وشربين وبني عبيد. انا محمد منصور صادق غازي، رئيس مأموريه الضرائب العامه بذكرنس. كنت دايما في العمل العام من زي ما بيقولوا من عمر اظافري، اتحاد طلبه في كل المراحل التعليميه اعدادي وثانوي، وفي الجامعه كليه الحقوق جامعه المنصوره، خريج جامعه الحقوق كليه الحقوق جامعه المنصوره. كنت في اتحاد طلبة، وبعدها برضو اشتغلت في العمل العام من خلال مركز شباب بني عبيد، اترشحت 3 دورات فيه، وكان الأول الانتخابات بالتعيين. غيرت النظام وقلت لازم يكون في انتخابات، وبقت سنة في كل مراكز الشباب ان يتعمل الانتخابات في مراكز الشباب. ليه؟ لإيماني مني بالمشاركة السياسية للشباب وتعودهم وتحفيزهم على المشاركة السياسية في الانتخابات. أنا مرشح حزب الوفد، وحزب الوفد طبعا حزب مؤسسي، حزب عريق من الاحزاب العريقه في منطقه الشرق الاوسط، وده كان له سبق دايما في الحاله الحزبيه في مصر، وحزب مؤسسي له برامج، له دايما الحل البديل، معارضه مستنيره، معارضه بديله. يعني النهارده في مشروع بيعارضه بيكون مقدم الحل البديل له، مش مجرد معارضه للمعارضه، لا، معارضه بناءه ومعارضه سليمه لخدمة المجتمع المصري. عايزين نبدأ نستعرض أبرز بنود برنامج الانتخابي، ونتكلم في بداية كده في التعليم. يعني حضرتك شايف التعليم في إيه برنامج حضرتك الانتخابي؟ هو حضرتك عضو مجلس الشعب، مش سلطة تنفيذية، هو سلطة تشريعية ورقابية، وبيناقش موازنة الدولة. دي أهم حاجة لازم نعرف، إن دور عضو مجلس الشعب الحتة دي، هو مش سلطة، مش رئيس وزراء، مش حكومة جاية تنفذ برنامج، الحكومة يكون عندها برنامج، لكن أنت بتقدم برامجك من خلال تشريع يخدم المواطن المصري، مش مواطن الدائرة بس، مواطن المصري من كل ربوع مصر. كان ليا تجربة في مدرسة منار العلم في كرنس، دي مدرسة تعاونية. بمعنى إيه؟ بعض المدارس بتعمل، أو بعض ممكن يتعمل تعليم تعاوني، اللي هو ان انت بتعمل مش تعليم خاص، تعليم تعاوني، بحيث ان انت اللي بتاخد من ولي الامر بيتصرف في العمليه التعليميه، ما يبقاش هدف الربح، ولا تعليم برضه بيشيل عن الدوله جانب مالي، لان طبعا ميزانيه الدوله ما بتحملش كل حاجه. فلو تعممت التجربه دي في كل مركز، مثلا مدرسه تعاونيه او مدرستين تعاونيتين حسب الطلب عليها، انا شايف ان دي ممكن تساعد في التعليم. اولا بتقدم تعليم راقي جدا، بتستفيد من الخبرات اللي طلعت معاش تشغلهم في التعليم من تاني، بتقدم تعليم متميز بكثافه معينه، وبيبقى شايف تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم برضه. ده من ضمن الحاجات، يعني اللي هو التعليم التعاوني اللي بنقول عليه دوت، اللي كانت تجربه ما قالها مثلا من سنه 2000 وشويه واحنا شغالين فيها يعني. وده مثال يحتذى به، يعني مثال موجود في الكرنس هنا في مدرسه منار العلم. ده بالنسبه للتعليم. كنا عايزين برضو نستعرض مع حضرتك، هل حضرتك خدت الانتخابات قبل كده؟ وكانت ردود الافعال ايه في الدايره عموما؟ وسواء كانت تجربه معينه، اكيد حضرتك عندك كلام عايز تقوله. وحضرتك المره اللي انا خدت انتخابات اكتر من مره، وللاسف كان كل مره بدايه جديده، فاللي بتبنيه هنا ترجع تعيده تاني النهارده، ونفس التجربه حصلت المره دي. النهارده كنا احنا دايره بنعبير الكنس الاول، اضافوا لنا مركز شربين، فاحنا بنعتبر نفسنا ضيوف على مركز شربين في الدوره الجايه دي.
فالضيوف بقى لازم يكرمونا، فبتبقى فعلا في مشكله تواصل مع الاماكن الجديده دي. المره اللي فاتت بذلنا مجهود كبير جدا عشان في مركز ذكرنا كان جديد علينا، اشتغلنا فيه واجتهدنا كتير جدا جدا، والحمد لله برضو نيلنا ثقه الناس. تجربه 2015 انا طالع الاول على مركز بني عبيد والاول على بندر بني عبيد، رغم المنافسه الشرسه اللي كانت في مركز بني عبيد سواء في البندر او في المركز. كان يمكن في ثلاثه من اللي دخلوا عاده كانوا في مركز بني عبيد في الانتخابات 2015، ومع ذلك كنت رقم واحد في مركز بني عبيد من ناحيه الاصوات، وبندر بني عبيد اللي هي مدينه بني عبيد، ورغم المنافسه الشرسه سواء من اعضاء مجلس الشعب السابقين او من المرشحين الجدد، منهم الوقت اللي بقى عضو مجلس الشورى برضه تبع حزب الوفد، وده شرف لحزب الوفد واضافه جديده لحزب الوفد، المستشار طارق عبد العزيز اخو وصديق عزيز. طبعا الحمد لله رب العالمين، في بنينا على اللي فات ده كله، بنينا على اللي فات، بقينا في الكنس النهارده اقوى جدا، وبقينا معروفين اكتر، وبقى علاقتنا بالناس اكتر، وتوددنا للناس، وبقى في تواصل من خلال الخمس سنين. احنا بالعكس احنا قعدنا تواصلنا مع الناس خمس سنين، وده ادانا فرصه اكبر ان احنا نكون مع الناس قريبين من الناس، ما سيبناهمش في اي مكان. انا ماليش محل اقامه غير البيت اللي انا قاعد فيه، اللي بصور في الوقت اللي هو في قلب بني عبيد، يعني ما بروحش بره ولا بروح هنا ولا باجي من هنا، غير انا عايش في وسط المواطنين في افراحهم في احزانهم في كل المناسبات موجود معاهم، وده الواجب الطبيعي لاي مواطن، يعني مش ميزه او حاجه زي كده، لا، في ناس كتير جدا زي بيعملوا كده، يعني متواصلين مع الناس، ما بيسيبوش بلدهم، قاعدين في محل اقامتهم، ده نوع من التواصل. عضو مجلس الشعب لازم يكون متواصل مع اعضاء الدائره بتاعته، عايش معاهم، عارف همومهم، عارف مشاكلهم، يعرف يتكلم عنهم. فالنهارده عضو مجلس الشعب لازم يكون عايش مشاكل الناس، مشاكل الفلاح، مشاكل المدرس، مشاكل الصحه، مشاكل الدكتور، مشاكل العامل العادي، كل ده عشان ينقل الصوره كامله للحكومه فوق. كنت عايز اتكلم مع حضرتك عن المشاكل قبل ما حضرتك تخوض الانتخابات سواء السابقه او الحاليه. اكيد عملت دراسه لاهم المشاكل اللي موجوده في الدايره، واحنا عارفين ان عضو مجلس الشعب بيبقى في بعض الخدمات اللي بتطلب منه سواء خدمات عامه او خدمات خاصه او بعض المشاكل اللي بتهم اهل الدايره. حضرتك عملت دراسه ازاي في الدايره او المشاكل أو ابرز الخدمات اللي ممكن تكون الدايره محتاجاها وممكن تشتغل عليها ازاي؟ هو احنا طبعا انت بكون عايش في وسط الناس حاسس بمشاكلهم اليوميه. اولا النهارده مشاكلنا اليوميه اللي بيمر بها الراجل المواطن كل يوم، سواء في مواصلات او طرق او علاج، دي كلها مشاكل بيقابلها المواطن كل يوم في حياته. الحكايه اكتر ما محتاج دراسه، محتاج ان تكون متواجد تحس بمشاكل الناس. النهارده عندنا مشكله كبيره جدا في الصحه، عندنا مستشفى كبير جدا تكلف ملايين الملايين، اكتر من مئات الملايين، ومع ذلك لم يعمل ولم نستفد به زي وحده صحيه نهائيا. مستشفى جنبنا على بعد مترات من هنا، يعني كنا بنامل ان يكون ده صرح طبي جميل في المنطقه يخدم المنطقه كلها، ولكن للاسف في مشاكل انشائيه ولسه ما اتسلمش، واتخذ من الصحه يروح للمجالس المتخصصه، حاجات كثيره جدا. النهارده بيعيدوا تجديده رغم انه ما اشتغلش، وده بيبقى اهدار للمال العام، ده بيكون فيه اهدار للمال العام، لان انت النهارده فوتت على مبني اي مبنى بقى له عمر افتراضي صح، طب النهارده ضيعت هو مبنى من 2003 الى وقتنا هذا لم يعمل. لم يعمل غير ان يتعمل في استقبال وياخد الناس من الاستقبال يوديهم المنصوره والطوارئ، تحويله مجرد تحويل، مفيش اسعاف هنا في بني عبيد. طبعا لازم موضوع الصحه دوت، ده طبعا احنا مركز كبير كل يوم بيكون في مثلا حد بيمر بظروف صحيه، في اكيد يعني على الاقل كل يوم 10 20 حاله مثلا بيحصل لها ظروف صحيه تبقى محتاجه الخدمه الصحيه، ما بيلاقوهاش في المستشفى عندنا الوقت. كان عندنا مشكله غسيل الكلى، لما بيجددوا المستشفى ما بقوش لاقيين مكان يودوهم فيه، كانت مشكله كبيره جدا، وطردوهم من المستشفى راحوا يعملوا في الكرنس. نيجي نبص على بعد الصحه، بنبص على الطرق. الطرق عندنا في المركز بني عبيد كلها حدث ولا حرج، الطرق كلها في منتهى السوق. النهارده بتتحرك بتروح من بلد لبلد في الندوات اللي بتحضرها او بتمر على البلاد ديت في ظروف انتخابيه، طريق متعدلان، طريق غير ادمي، طريق الزهير ما فيش طريق اصلا، طريق الديسه، الطرق دي كلها وطرق تانيه كتير، طريق ابو الفرج، الطرق دي كلها، حتى طريق المحموديه يعني بدأوا يشتغلوا فيه دلوقتي، رغم كان كده شوف في فتره طويله جدا طريق مكسر وضيق وعليه زحمه، النهارده بقى في زحمه في المواصلات جامده جدا، العربيات والتكاتك والطرق الضيقه والناس بقى في زحمه، والطرق لا تستوعب الزحمه دي، فدي برضه بتعمل حوادث وبتأثر على المواطن بالسلب. يبقى انت النهارده عايز تعمل شبكه طرق كويسه جدا، واحنا مركزنا مركز بسيط، يعني لو بص له بعين الاعتبار تخلص المشاكل اللي في حاجه بسيطه جدا. يعني الدوله في الفتره الاخيره عملت شبكه طرق 10 10، الطرق المركزيه والطرق دي 10 10، وانا مع الدوله فيها، مش حد يقول لك لا الطرق دي مهمه جدا، دي شرايين الحياه في مصر،
ومهمه جدا في التنميه ومهمه جدا في الاقتصاد، وان شاء الله هنبص لاثارها بعدين. يعني نتعامل في طريق مثلا المنصوره القاهره بقى حاجه في منتهى الجمال اللي في الدنيا مطرة. خمس ست كباري اتعملوا في وقت ضيق جدا، والدوله عملت بمصاريف ده كويس جدا، وده اللي بنقوله ان انت عايزه بقى لو هنا هينقل الصوره هناك هتصلح الطرق دي اللي بتصرف على الطرق الكبيره ديت يغطي 10 محافظات. لو قالوا ان عندنا لكن ما حدش بينقل المشاكل دي لمصر، ما حدش بينقل الصوره دي خالص فوق. فالنهارده انت عايز واحد مواطن عايش في وسط المواطنين يحس بيهم ويعرف المهم، لكن انا قاعد في القاهره هحس بمشاكل الطرق المكسره ازاي في الزيارة؟ راح الزهريه امتى عشان يشوفها؟ راح امتى ميت عدلان عشان يشوفها؟ راح امتى ديارب عشان يشوف الطريق المكسر؟ ما حدش بيروح ولا حد بيشوف. احنا اتكلمنا على الطرق، طب لو اتكلمنا على دور مراكز الشباب ودور الرياضه بشكل عام ودور مراكز الشباب في النجوع والكره والمراكز، بيبقى في تأثير ولا انت شايف حضرتك ممكن في تطوير اكتر من كده ممكن تقدمه او ممكن تشتغل عليه وتوصل الصورة اكتر ان شاء الله لو قدر لك النجاح؟ الشباب والرياضة في مصر عموما عايز اعاد الدراسة من اول وجديد على جميع المراحل. انا كنت عضو مركز الشباب ونائب رئيس مجلس ادارة مركز الشباب بني عبيد لمدة 3 دورات كاملة بالانتخاب. انا لما نزلت كان الاول مفيش حاجة اسمها انتخابات، كان 7 بتعينوا يتحطوا وخلاص على كده. انا اصريت ان يتعمل انتخابات، ولما اتعملت انتخابات في بن عبيد كانت اول مره اتعمل انتخابات في مركز الشباب على مستوى الجمهوريه، ومن بعدها انتشرت العدوى في كل مراكز الشباب وبقت هي القاعده الاساسيه دلوقتي الانتخابات ديت. ادت طبعا تسع لشباب كتير جدا يشارك، وان الواحد المواطن يعرف ان له صوت ويقدر يشارك في اختيار اعضاء مركز الشباب. طيب مركز الشباب دوره مش كره بس، ده بيستوعب الشباب بالكامل، ممكن يكون مرارة للشباب، مرارة تثقيفية، مرارة تعمل رحلات فيه، تعمل ادوات ثقافية، تعليمية، نشاط ثقافي، اجتماعي، رحلات. النهاردة بشوف مراكز الشباب قاصرة على الكورة فقط وكرة القدم بس. المنظومة لازم تبص لها من أول وجديد، من الأول للآخر. النهاردة هقول لك على حاجة جدا في مركز الشباب، وأرجو إنها توصل للوزير. مركز الشباب فيه كم موظف؟ ما يقلش عن 10 15 موظف، بيقبض كام؟ في المتوسط 3000 جنيه. لو عندك 10 يبقى 30000 جنيه. ميزانية مركز الشباب بتصرفه الدولة للحكومة لمركز الشباب كام؟ ما يجيش 30000 جنيه في السنة. ده في السنة الدولة بتصرف 30000 جنيه مثلا لمراكز الشباب، حتى دلوقتي بتاخد منهم دلوقتي اللي عملوا ملاعب نجلوها بقى الدولة بتاخد منهم. فأنا عايز أقول لك أنت بتدي موظفين 3000 جنيه في 30000 جنيه في الشهر، لو 10 موظفين في 3000 جنيه يبقى 30000 جنيه في الشهر، يعني في السنه ب 360000 جنيه، في حين ان انت يا دوله بتدعمهم ب 30000 جنيه او 40000 جنيه. هل دي منظومه صح؟ يعني حضرتك شايف مثلا ممكن يكون في تقصير في بعض القوانين؟ اعاده تظبيط. يعني النهارده خلي طبعا انا عملت مركز الشباب ده مركز شباب اهلي، المفروض يديروا الشباب من اول لاخره، يديروا من اول لاخره واوفر الفلوس ديت اعمل بقى او احط الفلوس ديت لخدمه الشباب نفسه. لكن انا بطلع اصلا اللي عايز اقول بطلع الميزانيه كلها لاجور الموظفين، في حين مركز الشباب ما بياخدش ربع او عشر اللي مصروف على الموظفين. فده عايز اعاده تنظيم من اول وجديد واعاده تطوير. وبعدين النهارده الشباب بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله بقى شاب واعي ومثقف وعلى النت وشغال. المفروض مراكز الشباب تصارع وتساوي الشباب في القصه دي، تتطور من نفسها. قطاع الشباب زي ما حضرتك بتذكر هو قطاع كبير ومهم جدا، العامل الاساسي اللي بيواجهه هو البطاله. شايف حضرتك ممكن تواجه البطالة ازاي في الدايرة بشكل عام، وهي ممكن الافكار اللي ممكن نطرحها عشان تقضي على ولو جزء من البطالة؟ الحقيقة ان احنا مشكلة البطالة مشكلة كبيرة، لكن انا شايف الدولة بقت تاخد خطوات هي هتبان بعد شوية. يعني الدولة بقت تعمل بنية تحتية كويسة جدا، ديت ممكن تشجع المستثمر على فتح مصانع كتيرة جدا، فتح المصانع دوت ممكن يستوعب طاقة عمل كبيرة جدا من الشباب. الحاجة التانية ان انا برضو برامج التعليم عندنا، نرجع للتعليم تاني، ان انا المفروض اعمل البرامج التعليمية ديت تتوافق مع سوق العمل. ما يبقاش كله يعني اللي بيتعمل في المنصورة ولا بيتعمل في المحلة اللي بيتعمل في اسكندرية، لا، وضع المحلة مثلا ممكن اعمل فيه تعليم صناعي عشان عندهم صناعه غزل ونسيج واهتم بالعناصر دي. انا عندي هنا مثلا زراعي، اعمل مصانع للمنتجات الزراعيه، ليه لا؟ يبقى انا بشغل فيها شباب واعمل مصانع بستوعب طاقه العمل العطلانه اللي في السوق دي. يبقى انا لازم اربط التعليم بسوق العمل وحسب كل منطقه. يعني اللي ينفع في الاسكندريه غير اللي ينفع في الصعيد، اللي ينفع في الصعيد غير اللي ينفع في بحري. لازم اعمل تعليم مرتبط بسوق العمل مرتبط بالمنطقه، لان في بلاد صناعيه فلازم برضو اهتم بالصناعه في الحته دي ومصانع اللي تناسب طبيعه العمل او طبيعه المكان في الحته دي.
فده وشايف ان احنا من اهم تقدم الدول وجود القوى العامله البشريه، ده احد العناصر الرئيسيه، راس المال واليد العامله. واحنا عندنا في مصر اليد العامله رخيصه جدا، وده اللي خلى دول كتيره جدا تنجيب مصانعها في مصر هنا علشان ايه؟ اليد العامله. فانا عندي فرصه كويسه، وعندي فرصه ان انا اعمل مشاريع، وانا عندي برضو حاجه تنافسيه في سوق العمل على مستوى العالم، ان انا مصر موقعها متميز، المعمل صناعه مش هتكلف في النقل كتير للبلاد التانية، التصدير هيبقى سهل، يبقى ده برضو فرصه تعمل مصانع اكتر. فلازم نشجع الاستثمار ونشجع الصناعه، لان معمل مصنع بياخد كثافه عمل كتيره شويه، واحنا بسم الله ما شاء الله عندنا القوى العامله بسم الله ما شاء الله، عايز نستغلها كويس. المرأة دورها ما بيختلفش كتير عن دور الرجل. احنا شفنا واحنا جايين في الطريق كتير من المرشحات وايضا المشاركة النسائية في الانتخابات، حضرتك حابب توجه لهم رسالة معينة وهم محتاجين ايه من رجل؟ يعني بشكل عام هنا في الارياف بيبقى مختلف يمكن عن المدن، شايف دور المرأة ايه في الدايرة بشكل خاص، ولو هنتكلم على المحافظة او محافظة الدقهلية بشكل عام؟ لا، هو دور المرأة دور كبير وتنامى في الفترة الأخيرة. دور المرأة دور كبير وبنقدره وبنعظمه، سواء في المشاركة في الانتخابات بتلاقيها عنصر أساسي، يمكن أحيانا بتسبق الراجل في المشاركة في الانتخابات، والدور ده أنا بحيي الستات فيه، وفي كل مكان بروح فيه في أي ندوة بلاقي فيه ستات حاضرة، حتى لو من بعيد كده بيشوفونا من بعيد أو من بلكونات أو حاجات من دي، بوجه لهم التحية. عايزين يعرفوا وعايزين يشاركوا وعايزين يبقى دايما لهم دور، وفعلا في الانتخابات بتلاقي الستات مشاركين بشكل فعال جدا جدا جدا، ودور كويس جدا. الست هي عمود الحياه على فكره، يعني احنا بنشتغل بنتعب، لكن هي اللي قاعده تربي النشء، هي اللي بتربي النشء، هي اللي هتقدم لمصر ايه بعد كده؟ تقدم لها نشء كويس يفيد البلد، او نشء مهمل يضيع البلد. فدور المراه دور عظيم جدا، بنحييها وبنشد على ايديها وبنشجعها، سواء تترشح او سواء تنتخب تشارك في كل المجالات، في كل المجالات مشاركه وموجوده واثبت نجاحها، ولكن المراه تذكر روحها، مش مجرد ان انا يعني اشارك وبس، ان انا عايز ابقى ست اشارك وبس، لا، ابقى زي الراجل، اثقف نفسي، اتعب، اشتغل حاجات من دي، اشارك الناس في كل مناسباتها، تبقى عامل فعال في المجتمع. طب رساله حضرتك لاهل الدايره تقول لهم ايه في الانتخابات، ورساله الدايره كلها ورساله لبني عبيد واللي حضرتك عايز تقوله؟ عايز اقول كتير والله. انا عايز اقول للناخب، اختار صح، فكر واختار وما تجاملش، وروح انتخب. او اهم حاجه المشاركه، الانتخابات مشاركه، لازم تشارك، ان شاء الله تروح تبطل صوتك، بس روح شارك، وقبل ما تروح كده تكون فكرت هتنتخب مين. ما يغركش موضوع الاعلانات واللافتات اللي ماليه الدنيا دي كلها، ما يغركش المال السياسي، لان المال السياسي ده ارهاب سياسي. المال السياسي بالظبط ده ارهاب سياسي، وعارف يعني ايه ارهاب سياسي؟ يعني ممكن حضرتك تكون مثلا راجل كويس جدا في مواصفات المجلس الشعبي كويس جدا، بس ما عندكش انك تقابل المال السياسي ده كله. يعني ممكن اصرف مثلا 100,000 جنيه مثلا، لكن ده بينزل اشرف يصرف 10 مليون، طب انا هجيب ده ازاي؟ بقول للناس النهارده انت صوتك هيحدد مصيرك، صوتك هيحدد، اختار الاصلح، اختار اللي انت يعني انت جربت، ما تعيدش التجربه تاني. 5 سنين يعني عمر طويل جدا في حياتنا، عايزين نبني للمستقبل اللي جاي، اختار صح، فكر صح. وعلى فكره الدوله في الانتخابات ديت على مسافه واحده من الكل، بعيده، مش هتروح لحد على حساب حد. ده كان حوارنا مع الأستاذ محمد منصور صادق غازي، مرشح حزب الوفد عن دايرة شربين وديكرنس وبني عبيد، أو بني عبيد ديكرنس شربين، رقم رمز النخلة رقم 35. الأفكار بتبقى بتتلاقى، ودي رسالة للشباب. حزب الوفد حزب عريق، بنتمنى إن شاء الله التوفيق لكل المرشحين واللي هيخدم الدايرة. إحنا تقريبا كنا عملنا اللقاء والحوار، الأفكار والناس اللي بتبقى دارسة فعلا تقدر تتكلم معاهم. الرسالة اختار صح زي ما الأستاذ محمد قال، بنتمنى التوفيق لمن يصلح إن شاء الله. وفي الآخر احنا بنشكر الأستاذ محمد على اللقاء ده والحوار، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. بنشكرك جدا. الشكر لكم جميعا ونورتونا، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي بعد الانتخابات، ونكون الفرص جميلة إن شاء الله بإذن الله، ونسعد بيكم ونعيد اللقاء ده وإحنا كسبين إن شاء الله بإذن الله. وبحيي أهلي في شربين، وبقول لهم حاجة واحدة بس، إحنا ضيوف عليكم. إحنا معلش الوقت كان ضيق لما شربين ضمت علينا، فأنا بسعى في شربين، لكن مش هقدر أغطي دايرة شربين كلها بالكامل، فأنا بقول لهم إن أنا ضيف عليكم. يعني ممكن يعني بكل الوسائل هنحاول نتواصل معاكم، لكن أنا لو ما قدرتش أتواصل للكل ممكن الكل يساعدني في التواصل معاكم.
فبشكركم. وطبعا اهلي في الكرنس وبني عبيد عارفيني كويس جدا، وعارفين مين هو محمد منصور، وان محمد منصور كان صادق معاهم الفتره اللي فاتت كلها، وماشيين على خطى ثابته. وعلى فكره احنا بنخوض الانتخابات بمنتهى الاحترام، منتهى القيم، منتهى النبل. انا عايز اعملها كده، اكسب ما اكسبش يبقى ده اللي انا، دي رسالتي. ربنا وفقني يبقى خير وبركه، ما وفقنيش يبقى انا راجل محترم، احترمت نفسي في كل المراحل اللي عشتها. لا بنكذب ولا بنخادع ولا بنوعد الا بالواقع واللي نقدر نعمله فعلا. بشكركم وتحياتي لكل اسره البرنامج وكل اهلنا في دايره شربينو وتكنس وبنابيل. معانا الاستاذ مصطفى النجار، سكرتير عام لجنه الوفد حزب الوفد بني عبيد. نتكلم النهارده معاه عن الاستاذ محمد واختيارات حزب الوفد بشكل عام في الدقهليه وبني عبيد. وعايز اسال حضرتك، برحب بيك الاول، وعايز اسال حضرتك اخترت الاستاذ محمد اكيد بعد دراسه معينه، وحزب الوفد بيقوم بدور مهم في محافظه الدقهليه واكيد له شعبيه. عايزين نعرف من حضرتك التفاصيل الخاصه باختيار الاستاذ محمد. الاستاذ محمد منصور معروف لدى الشارع الدقهلاوي، مش دايره بني عبيد وشربين ودي كرنس، هو معروف في الشارع الدقهلاوي بالكامل، وهو موجود في وسط الدايرة، وموجود معانا ومتفاعل معانا، بيحضر مشاكلنا، بيحضر، بيمشي على طرقنا، الطرق اللي احنا بنمشي عليها هو بيمشي عليها، المية اللي احنا بنشرب منها هو بيشرب منها، كل حاجة هو معانا يوميا، بيحضر أفراحنا، بيحضر مياتمنا، بيحضر الحاجات دي كلها، متواصل بصفة مستديمة. هو ترشح الدورة اللي فاتت مستقل، ولكن كنا احنا كوفديين بندعمه. فلما جاء رئيس اللجنة العامة بالدقهلية اتصل بي، الأستاذ محمد حلمي سويلم اتصل بي وقال لي يا أستاذ مصطفى، إيه رأيك في الأستاذ محمد منصور؟ قلت له الأستاذ محمد منصور خامة كويسة، و يعني هيعمل معركة انتخابية جامدة جدا جدا، ويقدر له النجاح، وشكله ماشي في الدايرة وحلو ومتواصل في وسط الناس بطريقة غريبة جدا جدا، وبوصل لقلوب الناس قريب جدا جدا. يعني مثلا لما يقعد مع مجموعة من الناس، الناس كلها بتتعاطف معاه، ودي سمة في الأستاذ محمد منصور. وطبعا هو عندنا الاختيارات بتيجي بناء على رئيس اللجنة العامة بالدقهلية اللي هو الأستاذ محمد حلمي سويلم، اتصل بالأستاذ أحمد صادق الجندي اللي هو رئيس اللجنة العامة، رئيس لجنة الوفد بني عبيد، وطبعا قعدت انا والاستاذ احمد صادق الجندي وقلنا، كان متقدم كذا واحد، يعني مش الاستاذ محمد منصور بس، يعني كان متقدم سين من الناس، كان متقدم لنا 3 انفار لحزب الوفد يقدموا في الانتخابات لحزب الوفد عن الدايرة الخامسة ومقرها دي كرنس وبني عبيد وشربين. فاحنا بدراسة كاملة اخترنا الاستاذ محمد منصور لانه متفاعل في وسط الجماهير، وهيعمل معركة كويسة، وإن شاء الله الحظ يكون من نصيبه. رسالة حضرتك لأهل الدايرة، وتقول لهم إيه يعني رسالة حضرتك عن يعني حزب الوفد، تعرف الناس برضو في بعض الناس أو بعض الشباب اللي ما يعرفوش تاريخ الوفد، والرسالة توجهها لأهل الدايرة للأستاذ محمد. أولا من ناحية حزب الوفد، هو إحنا هنا فيه ملحوظة جميلة قوي قوي، إحنا هنبقى الانتخابات في المرحلة الثانية في يوم 7 و8 11، 7 و8 11 هيبقى الانتخابات، اعلان النتيجة يوم 13 11. 13 11 ده هو علشان تاريخ حلو قوي قوي في الوفد، ده عيد الوفديين اللي هو عيد الجهاد، وكانت مصر بتحتفل به قبل قيام الثورة، وكان اجازة رسمية اللي هو عيد الجهاد. عيد الجهاد ده هو اليوم اللي سافر فيه سعد زغلول ورفاقه الى المندوب السامي البريطاني في بريطانيا، والمندوب السامي البريطاني قال له مرحبا بك يا سعد، انت والوفد المرافق لك. فمن هنا سمي حزب الوفد بالوفد المرافق لسعد زغلول، وكان يوم 13/11 سنه 1918 انشاء حزب الوفد. طبعا سعد زغلول قام باهدافه، يعني عرض اهدافه، عرض اهدافه كلها للبريطانيين، وحتى هو نازل من بريطانيا، الانجليز قالوا اللي هيهتف يقول سعد سعد يحيى سعد هنطلق الرصاص في وجهه. فهنا سيد درويش غنى اغنية يا بلح زغلول يا بلح نسبة لسعد زغلول، والشعب قابل سعد زغلول باغنية يا بلح زغلول يا بلح. رسالة لأهل الدايرة لحضرتك تقولها
يعني عايزين نعرف رسالة تقول لهم ايه عن الأستاذ محمد وينتخبوا الأستاذ محمد وصوتهم ليه؟ طبعا أنا مش هعرف الأستاذ محمد بالدايرة، لأن كل واحد في الدايرة في مركز بن عبيد ومركز ديكيرنس يعرف كويس مين محمد منصور أكتر مني أنا شخصيا، هو صديق شخصي بالنسبة لي على فكرة. ولكن انزل أي قرية أو أي عزبة في مركز ديكيرنس ومركز بن عبيد هيقول لك تاريخ محمد منصور، هيقول لك حسنات محمد منصور، هيقول لك مساوئ محمد منصور، ولكن هو محبوب فعلا لدى الشارع بالذات في مركز ديكيرنس ومركز بن عبيد. فأنا بقول يا مركز شربين لو سمحتوا انزلوا واسألوا على محمد منصور في مركز بن عبيد ومركز ديكيرنس، انزلوا تقصوا واعرفوا انتوا هتنتخبوا مين. لما هتتقصى وهتعرف انت هتنتخب مين في الحالة دي صدقني هتختار محمد منصور وانت مغمض. انا بشكرك جدا يا استاذ مصطفى، وان شاء الله بنتمنى الحزب الوفد وبنتمنى الاستاذ محمد التوفيق، وشكرا لحضرتك جدا. احنا بنتمنى ان يكون يوم عيد الجهاد ده هو فرحتين، فرحه ان احنا بنحتفل كل سنه بعيد الجهاد، حقيقي بنحتفل كل سنه بعيد الجهاد وبنفرح، ونتمنى ان يكون الفرحه فرحتين، فرحه عيد الجهاد وفرحه نجاح الاستاذ محمد. نطلع فاصل مع حضراتكم دلوقتي نشوف اراء المواطنين عن الاستاذ محمد وناخد بعض الاراء ونرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا محمود العدل منصور، بأيد الاستاذ محمد منصور لانه واحد مننا، حاسس بالشعب، راجل خلوق وخدوم بدون وساطات بدون اي سلطه، هو اساسا من الشعب والشعب كله مختاره. قبل ما ابدا حديثي معاكم طبعا بقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد. طبعا الاستاذ محمد منصور ده راجل غني عن التعريف، وخدنا الانتخابات اكتر من مره واثنين وثلاثه ولم يحالفنا الحظ بسبب المال بتاع الفساد. انا اي عضو قديم بنتخب النهارده هيدفع لي 100 جنيه طبعا ما تبصليش، ببص ان هو اني بقيت كرامتي نزلت بقت تحت من لمؤاخذه جزمته، وما ببصليش في الايام اللي جايه. هو بنتخب بروح يقعد في مصر، باخد له شقه في الهرم، باخد له شقه مش عارف فين، وعايش حياته كريمه ومش حاسس بالمواطن. طبعا احنا بنرحب بيكم في مدينه بني عبيد، وانا بتكلم عن نفسي انا كمواطن عايش في بني عبيد وفي وسط اهلنا في بني عبيد. انت بتسالني الوقت عن الاستاذ محمد منصور كشخصي، انا بقول لك الاستاذ محمد انا هختاره انه شخص عايش وسطنا ومننا وما بيسيبناش، يعني في الفرح معانا في الحزن معانا، راجل موجود في وسطنا على مدار حياتنا كلها ما شفناش منه اي حاجه وحشه. على الجانب الاجتماعي في وسطنا راجل خدوم على قد ما بيقدر بيخدم، ما بتاخرش عن حد، يعني هنا الكبير الصغير يعرفه قبل الكبير. فطبعا احنا بنتمنى من الله انه يكون له حظ في الدوره اللي جايه يكون تحت قبه البرلمان، ويوفقه الحظ ان شاء الله بدعم الشباب واهل بني عبيد كلهم واهل كيرنس، لانه راجل يعني انا مش عايز ابقى شتم مجروح، ان هو راجل خدوم وراجل محبوب على المستوى الشخصي والاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الاستاذ محمد منصور صادق وراجل غني عن التعريف، مش محتاج ان هو حد يتكلم عن ايه، يعني هو حتى بيخدم من قبل ما نخش مجلس الشعب، عندك جوره 2005 2010 2015 بسم الله ما شاء الله كان مكتسح في الاصوات هنا وبره. فالراجل ده انا بتمنى من ربنا ان هو الحظ يوافقه المره الجايه، هو معروف يعني بسم الله ما شاء الله عن مستوى الدائره كلها بكل المقاييس، مش مستني المجلس الشعبي ان هو يخدم. كان الاستاذ محمد واحد مننا وعايش وسطنا. الاستاذ محمد لا ليه اي مقر تاني طبعا، اي مرشح بعد بعد الانتخابات ما بتشوفوش نهائيا. الاستاذ محمد وسطنا وعايش وسطنا على طول. النهارده احنا في مؤتمر شعبي للاستاذه هناء الباز مرشحه انتخابات مجلس النواب رمز النجفه دايرة شربين وديكيرنس وبني عبيد، تقريبا هنا الكرة والأرياف وتحدي المرأة للعديد من العادات والتقاليد. هنعرف الأول من الأستاذة هناء، عايزين نعرف من حضرتك الأول السيرة الذاتية بتاع حضرتك. أهلا بيكم الأول. أنا هناء الباز، موظفة في الصحة، وكنت عضو مجلس محلي من سنة 2000 لسنة 2010، وبرضو ترشحت في 2010 في كوتة المرأة على مقعد المرأة، والوقت
أنا مترشحة في برلمان 2020 رقم 44 رمز النجفة، وربنا يعني ما يخسرش لنا تعب. تحدي المرأة في الكرة والأرياف والعديد من العادات والتقاليد، حضرتك تحديتي وعديتي الموضوع ده ازاي؟ بصراحة كمرأة بتواجه صعوبات كتيرة، الورد مش يعني الطريق مش مفروش ورد، ده احنا بنعاني الأمرين، لأن هي برضو هي العمود الفقري للأسرة، فلازم تكون يعني تقدر تسد، وهي يعني لما بتكون في العمل العام وواخدة على الخدمة المجتمعية بيبقى الأمر عندها سهل، لكن المعوقات كتير يعني. ايه هي الحاجات يعني، ايه هي الطرق اللي هي واجهتك كصعوبات من بداية العمل العام والعمل السياسي وتحديك للأمور الشخصية، خاصة يعني كمان لو حضرتك في البيت والأسرة، وقدرت توفقي ازاي ما بين ده وده؟ أهم حاجة في المسألة دي تنظيم الوقت، الوقت بيلعب دور مهم جدا في المسألة دي. أنا كموظفة بظبط وقتي وعارفة أنا هعمل إيه من أول ما بصحى لغاية ما بنام، على أساس ما أثرش في حاجة على حساب حاجة. يعني أنا على فكرة بعمل كل حاجة بنفسي لنفسي ولأسرتي، ده يعني في ناس ممكن تعتبره مثلا مش رقي ولا حاجة، لا بس أنا شايفاه إن أنا لو ما عرفتش أخدم أسرتي كما يجب أن يكون مش هعرف أخدمهم. فأنا إن يعني أنا شايفة إن يبقى عشان تبقى يعني شايفاها كده، هي آراء بتختلف، بس أنا شايفاها إن أنا لو نجحت في أسرتي هنجح بره، أسرتي هي الأساس. عايزين نعرف نبذة مختصرة عن البرنامج الانتخابي لحضرتك، أكيد بما إن حضرتك بتمثلي المرأة فده أكيد المرأة ليها جزء مهم، بس نبتدي الأول بالبرنامج الانتخابي بتاع حضرتك لأهل الدايرة. إن شاء الله البرنامج بتاعي هو هيكون برنامج كل واحد فيكم، أي أمل وحلم لحد فيكم أنا ما عليا إلا أنا أحققه له، وأضيف على ذلك إن المرأة رقم 5 في تسجيل مولودها، وطبعا دي برضو بيسبب لها مشاكل كتير، وفيه طابور كبير في محاكم الأسرة بسبب كده، أحيانا بيكونوا على خلاف بعد الزواج وبعد الحمل، فبيبقى أفراد الأسرة يعني ما يرضوش يروحوا بقى الأب والبتاع والدنيا ما بيرضوش يروحوا يسجلوا. فأني يعني إن شاء الله دي من أولوياتي تكون الأم زي الأب في الكتابة، طالما في ما يثبت إن هي في شهادة في أسمة زواج وفي جواب طبيب وفي، وبعدين احنا مش بنكتب في محافظة تانية، ده احنا بنكتب القرية بتسجل الناس عارفة بعضها، يعني ما فيش أي أخطاء ولا في كده يعني. لا في حاجة كمان، الزواج العرفي رفع سن الزواج ل 18 سنة خلق طابور من المشاكل اللي هو الزواج العرفي، ودي ما اكثر المشاكل منه، يعني بتبص تلاقي الاب او اللي هو العريس بقى لان بيبقى ما جابش سن 16 سنه حتى مش 18 سنه، بتلاقي لا قدر الله يحصل حادثه بيجي اهليته ما يرضوش يسجلوا الطفل اللي هو دي بقى عشان الميراث، وتلاقي اخواته واقفين وحكايات. طب ما احنا بقى يعني لازم نقنن مساله 18 سنه دي، واساسا كل ولي امر قادره بظروف بيته وظروف بنته ان كان يقدر ان هي تتجوز في سن 16 في سن 18، احنا يعني من يعني اقصد المشرع بيقنن وما هوش يعني مش مختلط بالواقع، الواقع وراه مشاكل كتير ورا التشريع ده. ده بالنسبه لمشاكل المراه اللي حضرتك اكيد عملتي دراسه فيها، لو اكيد حضرتك برضو تهتمي بالشباب ومشاكل الشباب دور الشباب، ابرز برضو البنود الخاصه بالبرنامج الانتخابي للشباب وقطاع العمل والبطاله والتعليم. بالنسبه للبطاله والشباب دول في اولوياتي، ربنا يقدرني وان شاء الله. اولا انا يعني في من سنه 84 ما فيش توظيف الا بالواسطه بقى يعني خطفات كده، فانا ان شاء الله هطالب بتفعيل يعني زي معاش بدل بطاله من مواليد من اللي هم خريجين 84 وحتى الان اللي هم اتعلموا واهلهم صرف عليهم دم قلبهم وما تعينوش، فياخدوا طبعا بعد خاصه بعد سن ال 40 غير قادر على العمل. احنا عارفين ان امراض الضغط والسكر والامراض المزمنه ملت بيوتنا، فاحنا عشان كده دول بيحتاجوا مصاريف اكتر،
فان شاء الله ربنا يقدرني واقدر اعمل معاش بدل بطاله. بالنسبه للشباب ان قدر ليا النجاح ربنا، انا اساسا يعني هو حاجه بسيطه قوي، ودي هتبقى على نفقه الخاص، يعني مش هكلف الدوله فيها حاجه. واوعدكم ان شاء الله ان انا ازرع شط الترع من المنصوره لغايه الحداده شجر مثمر، بناء على خمس شجرات، كل خمس شجرات زيتون يكون شجر صيف او شيت وفاكهه، ليمون برتقال كده يعني. والشجر الزيتون ده هنعمل من خلاله مصنع للزيوت، وهيكون من حضراتكم، يعني كل حد مجموعه في بلد هيبقى يشترك بسهمين بثلاثه في المصنع، يعني كده على اساس نشغل اولادنا. دي اللي انا اقدر اعمله وبدون ما اكلف الدوله حاجه يعني. انا شايف حضرتك وسط اهل دايرتك وسط الناس، وده اللي الناس تقريبا بتطلبه من عضو مجلس النواب. حضرتك تحب توجهي لاهل دايرتك، مش في بني عبيد بس، في بني عبيد ونكرنس وشربين. انا اساسا يعني اصبحت مدينه لكل اللي موجود عند النار، مدينه لهم، فانا بشكرهم على الحضور وربنا يقدرني واكون عند حسن ظنهم. بالنسبه للدايره كامله، انا ان شاء الله يعني بالرغم ان هي الدايره واسعه، ودي برضو من خطا المشرع، يعني احنا ثلاث مقاعد كان يجب شربين ده بحالها تنفع دايره واحده. وبرضو انا يعني انا ببقى مسافره وبسمع في مشكله حد بيقولها في مثلا في مواصلات، فانا بذلل لها وبنصحها على يعني زي تكافل وكرام. بتلاقي واحده تقول لك ده انا عملت وسويت، وفي المواصلات العامه والفيزا واقفه باخدها وبطلع الدكتور وائل عبد العزيز مشكورا ما بتاخرش في المديريه، وبنذلل الصعاب حتى وما بتبقاش تبع دايرتي. فدي يعني ان شاء الله ربنا يقدرني على خدمتهم. تحبي تقولي حاجه في اخيره لاهل الدايره؟ عايزاهم صوتك أمانة، يعني اعرف اللي مش هيديك النهاردة مثلا 1000 جنيه ويمشي، لا اعرف اللي يشرع لك صح، واللي يوصل لك الخدمة وانت قاعد من غير ما تحتاج لواسطة، يعني اللي يكون نازل نابع من جواه خدمتك، يكون نازل ومقتنع ان هو نازل وعارف هو عشان يخدمك انت، مش نازل لأي أغراض تانية. اتمنى ان يعني وفعلا الناس بقت واعيه وفاهمه وعارفه ايه اللي بيحصل، ما عادش حد تايه عن حاجه، حتى الاطفال قاعد يقول لك فلان ده اصل بياخد فلوس فعامل كذا، فلان عشان ماشي مع كذا، يعني ما عادش حد تايه عن حاجه. فاتمنى ان الناس تعرف تختار بس، ولو لقيتوني غير جديره بالمكان ما تنتخبونيش. للدايره كلها اختاروا اللي يمثلكم صح ويكون نبض صوتكم، اختاروا اللي ينقل صورتكم. يعني انا في من ضمن اولوياتي ان انا بعتبر ان شاء الله ان هيبقى كل واحد هو النائب، يعني واحد صاحب قضيه صاحب فكره انا هاخدها منه وباسمه، يعني هطرحها باسمه، مش هقول باسمي انا هطرحها باسمه هو، وان لو هو مجهز ملفه وكامل انا هاخده معايا هناك نقدر ليه النجاح، ويقعد وتخلص بوجودي معاه، هذلله الصعاب واحلها. انا نائب تشريعي وعليا دور كبير رقابي وخدمي، وخدمي في خدمات خاصه وخدمات عامه، يعني انا مش مقتصر في حاجه واحده. انا طب ما لو هو نائب تشريعي بس ما كانت الحكومه تشغله، لكن انا نائب خدمي وتشريعي من خلال، يعني كلمه تشريعي ده عشان خدمتكم، يعني القانون يجي لصالحكم، مش ان انا اشرع عشان مصلحتي انا، زي قانون مش عارفه ايه اللي بيسموه ده، يعني تشريعي وخدمي ورقابي له دور رقابي يراقب السلطه التنفيذيه، وباحترام مش بشكل ولا حاجه، احنا كل واحد يقوم بدوره وكل واحد ماسك حاجه، حتى لو عامل نظافه ويبدع فيها هنبقى احسن الناس في الدنيا. بنشكر حضرتك جدا وان شاء الله بنتمنى لحضرتك التوفيق. دي رساله للمراه بشكل عام ولاهل الدايره. الاستاذه هناء الباز من الناس اللي بتتحدى الصعاب وبتتحدى العديد من التحديات، رمز النكفه، دايره شربين، ده كان بني عبيد، بنتمنى لها التوفيق وبنشكركم. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. شكرا. معانا الاستاذه ابو معاطي الباز، بنرحب بحضرتك معانا. كنت عايز اسال حضرتك في البدايه،
جايين ندعم الأستاذة هناء. نعم. إيه رأي حضرتك في دور المرأة وخوض المرأة للانتخابات البرلمانية؟ والله سيادة الرئيس في الفترة الأخيرة مجرد ما مسك الرئاسة كان في دعم قوي للمرأة، ووجدنا أن المرأة لها دور في المجتمع، دور فعال. أستاذة هناء الباز كامرأة موجودة على أرض الواقع، خدمات يعني لجميع أهل الدائرة بلا استثناء، ما بترتبطش بحدود جغرافية للمكان، متواجدة في كل مكان، سيرة ذاتية حافلة بكل الأشياء الجميلة. احنا بنتمنى ان يكون لها دور، واحنا كنا نتمنى ان هي ما تتحطش في موقف ان هي في اختيار، لا انا كنت اتمنى ان هي يتم اختيارها مباشرة من سيادة الرئيس اذا كان في يعني اهل الخبرة اللي بيدوروا مين اللي هيخدم الشعب، فهي كانت اول واحدة المفروض يتم اختيارها في اللي هم المرأة. حضرتك يعني خلينا نتكلم في الاختيارات الخاصة بسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسه. نعم. اعتقد لسه بعد الانتخابات احنا عايزين نتكلم عن المؤتمر وعن دور المرأة في خوض الانتخابات خاصة في الأرياف، يعني نعم. شايف حضرتك ده ازاي؟ هي يعني هي المرأة يعني كأم لأي حد هو دورها دور فعال، وهي أقرب واحدة ان هي تقدر تتكلم مع المواطنين، لان لو احنا جينا نبص للدور النسائي هنجد ان 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 المراه هي دي امي وامك وام اي مواطن مصري، فهي اللي بتربي وهي اللي بتعمل كل حاجه. فاحنا نتمنى ان الدور النسائي يكون فعال، لان المراه هي اللي بتخرج للانتخابات. فانا اتمنى الدعم القوي من والحشد النسائي، مش عايزين ان احنا اللي احنا نطلع الناس، او انا ما اقدرش ان انا اروح اخبط على بيت، لا انا عايز النساء هم اللي يكون عندهم الحشد الشعبي، هم اللي يطلعوا ويقولوا نعم للنجفه، نعم لهناء الباز، وان شاء الله ربنا يوفقها باذن الله. شكرا حضرتك جدا وبنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. شكرا يا فندم، شكرا، فرصه سعيده جدا.